أبو وديع، شو بتقول اليوم للشعب اللبناني ولحكام لبنان بظل هالأزمة اللي عم نقطع كلنا فيها؟ الشعب والحكام، الله يعين هالشعب، والله يا رب ينال كل شي بيتمنيه. نتمنى يا رب هيك شوية عدل، شوية عدل بهالبلد الحلو الغالي، بهالبلد اللي ما له وصف. لبنان كلمة مفروض تكون ترفع القلب هيدي، بس مفروض اللبناني شوي يفرح، مش ياكلوه الكبار والصغير يموت، هذا حرام. بتمنى يا رب يصير في انصاف. في امل؟ في امل، في امل اخواتها. امل شو هيدا؟ عمل لك اجيال واجيال. قول يا رب، قول يا رب، مع الايام لا بتزبط. وبتمنى يا رب هيك الناس يلي ابن قلبهم مجروحين وفي ناس عم تنتحر وهيك، حرام هالشي، يحسوا فين يلاقوا حل، يلاقوا حل، مش يقسموا لهم معاشاتهم والموظفين يفنشوا نصهم واللي معاش وكذا يعطوا نص معاش. بالعكس الناس تعبانه يا ابن الحلال، الناس تعبانه، المفروض يريحوها. وانا لو يطلع بايدي والله انا معهم، وانا حكيت على شاشه الام تي في لقيت راس السنه، قلت مش ينزلوا يقولوا بدنا وما بدنا، يرشوهم بالمي ويرجعوا يطلعوا. قلت ينزلوا يطلبوا مطالبهم ويضلهم بالشارع لا ياخذوا مطالب. يعني يمكن مش سمعوا لي كلامي، بس هذه الحقيقه. الناس تعبت يا ابن الحلال، ولبنان حلو حيضلوا حلو وبده يزبط بإذن الله. تحياتي لكل شيء بالأم تي في عن جد، اللي متابعين هالمسيرة مع الشعب وبالشوارع ليل ونهار، وبرافو عليكم. وأنا مع الناس يلي مهدور حقها إلى أبد الأبدين، طول عمركم جميعا، وإن شاء الله بيحسوا هالكبار إذا. ثانك يو.